가야가 먹어라. 칼리스탄 디블라르 너르즈 네 버스 텔레폰 منهم تقريبا قبلنا لهنا كنا وقتها نقدموا في مشروع فكرة ولا حلمة ممكن اليوم بعد الدورة الأولى من جيب السينما فن اللي كان شعارها تعال شوف رجعنا لكم وكانت دعوتنا للناس الكل لأهل الفن وعشاقه من تونس وخارجها والأهلين خاصة في جيبس تحدثنا معاكم سمعناكم تناقشنا في الرؤية والأفكار قدمنا لكم المقترحات متاعنا واليوم رجعنا بتجربة جديدة أكثر نضج وأكثر عزم على أن نواصلوا المشروع اللي بديناه واللي آمنا بأنه في يوم ما ينجم يكون موعد كبير يجمع السينمائيين وأهل الفن من العالم ومن تونس ومن الجهة خاصة في مدينة جيبس مرحبا بكم في ندوة صحفية الخاصة بتقديم مشروع الدورة الثانية لجيبس سينما فن أكيد ما نجمه نبنيه دورة جديدة كان ما نتفرجوا ونشوفوا الدورة الأولى في لقطات يحضرهم لنا الفريق متاع دوكيومنتاسيون We'll be right back.
نرحب مرة أخرى بالناس اللي حاضرة معنا في الندوة الصحفية، أهل المدينة وضيوفها اللي جونا من مختلف الجهات، وخاصة الصحفيين اللي تنقلوا من تونس لحضور هذه الندوة الصحفية. نذكر أنه المهرجان ينتظم من 3 إلى 11 أفريل 2019، الشعار نفسه تعال شوف. البرمجة والفلسفة العامة لهذا المهرجان والخطوط العريضة تحدثنا عليها مديرة المهرجان فاطمة شريف. عسلامة ومرحبا بكم، ونشكركم على الحضور، ونشكر الصحفيين والصحفيات اللي جاونا من تونس ويشجعونا على فكرة المركزية، خاطر مهم بالنسبة لنا في مهرجان جابس سينما فن باش تكون الندوة الصحفية معمولة في جابس. نشكر أهالي جابس اللي واقفين معانا ويشجعوا فينا. الدورة الثانية كيف ما قال واثق من 3 إلى 11 أفريل، حبينا نخليه فكرة الاستمرارية مع الدورة الأولى اللي هي معناتها قلنا احنا نقولوا الدورة الأولى حطينا الحجرات معناتها للتأسيس، وكل عام ماذا بينا نزيدوا شوية معناتها وناخذوا الوقت باش نأسوا مشروع معناتها عنده ستركتور واقفة وصحيحة. معناتها السنة ثلاثة حاجات معناتها مهمين للتأسيس جوستومون باش نكملوا الفكرة هذية. أول حاجة نأكدوا سنة على هوية المهرجان اللي هي هوية على مش كان السينما أما فنون الصورة، واليوم نعرفوا اللي الحدود معناتها بين الفنون الصورة واللي معناتها نجم مخرج سينمائي يعمل فيديو ويعمل فيلم رياليتي فيرتويل معناتها يحوس في وسطهم، ولا المخرجة تحوس بيناتهم الكل. دونك هذي أكدنا عليها سنة في الهوية هذي. عملنا 4 أقسام. القسم الأول هو السينما اللي المدير الفني متاع المهرجان سامي تليلي ورباب مباركي باش يقدمونا من بعد، اللي هي عضوة من الهيئة الفنية مع قبل زليلة زيدة وأنا معاهم باش يقدمونا البروغراماسيون سينما. القسم الثاني هو لاغ فيديو، فنون الفيديو في مشروع الكازمة اللي مديره الفني ملك جناوي مالوغوزمون ما نجمش يكون معانا حاضر اليوم لظروف شخصية. الفكرة متاع الكازمة هي أنه الفن يخرج للشارع، معناتها ما عادش الفن في الجالغي وناس الفن أكهو، أما الفن يخرج للشارع. شفناه في الدورة اللي فاتت، الكازمة موجودة من قبل زيدة معناتها اللاغ فيديو في القهاوي في الكورنيش في جيبس في البقايع الكل معناتها. ومعنا وكل عام المدير الفني اللي زاد يخدموا مع لابوات يعطيو كارت بلانش المبرمج عالمي يعمل البرمجة متاع السنة. والسنة معنا بول أردين اللي هو عامل السيليكسيون متاع ليزار فيديو انترناسيونال وتونيزيان. القسم الثالث هي الرياليتي فيرتويل اللي هي بشراكة مع أجاخ ومع CNCI مركز السينما والصورة، واللي هي خدمة زياد مد بحمروني اللي معانا اللي هو من بعد باش يقدم لنا البرمجة. والتطورات زادة اللي عملناها سنة، خاطر ما قلنا كل مرة نبنيو حجرة نزيدو، زدنا حاجات سنة في السينما وفي اللاغ فيديو وفي الرياليتي فيرتويل، واللي ماذا بينا زادة الرياليتي فيرتويل تكون معناتها اون بلاتفورم تخرج من جيبس معناتها حتى وكان سي لي نوفيل تكنولوجي وحاجة مهمة، مي ماذا بينا احنا المشروع هذا معناتها السنتر نتاعو يكون جيبس. دونك زياد باش يقدم لنا البرمجة، معاه شيرين الأخضر اليوم ماهيش هوني، والسيكسيون الأخرانية اللي هي مهمة برشا زادة والكاركتيريز جيبس هي الفكر. معناتها مهرجان جيبس سينما فن اختار اليوم اللي لازم يتسائل على السوق وما يكونش هو تابع السوق. معناتها السوق مهم للمخرجين وللفنانين وكيفاش نتروجوا وكيفاش معناتها نوريوا أشغالنا، هذه حاجة مهمة جدا. لكن المشكل اليوم اللي ثم عدم توازن، هي عدم توازن سياسية من الأول معناتها جاي ما تمس الفنانين وتمس معناتها السيكتور الكل. احنا نحبوا نخموا فيها هذايا عدم التوازن، معناتها احنا افلامنا نعرفوا اللي من الاول الغوكونيسونس والامبورتونس لازم يمشيوا لبرا، معناتها يبداو المخرجين والكلنا معناتها ما نلوم على حد، هذا واقع معناتها عايشينه الكل. كي تكمل فيلموك تبعثوا لكانو فينيز وبرلان ولوكارنو واحد وكل باش من بعد يعملوا المهرجانات العربيه باش من بعد
دونك هذا احنا حبينا نفكروا فيه ونسي كيستيون معناتها نتسائلوا على هذا السيستم هذايا. عندنا عده حاجات معناتها اللي تابع التفكير هذا. عندنا ندوه اللي لهي بها سي قبيل زليله اللي هي على الريكونيسونس وليجيتيماسيون. معناتها وين الفنان العربي التونسي السينمائيين وغيرهم يلقاو بقعتهم الريكونيسونس وين تجيهم. عندنا ورشة نقاط باش تعمل كيف كيف على في نفس الفكرة في نفس التماشي، على خاطر احنا كي نشوفوا في السينمائيات العربية ماهوش النظرة متاع النقاد اللي هي تقرر شنو الفيلم اللي يمشي ولا شنو مش الفيلم اللي يمشي، معناتها سي لو سيستيم كوميرسيال كي ديسيد أكثر. ألوغ كو نظرة النقاد مهمة جدا. دونك سنة عملنا ورشة على الحكاية هذيا مع نقاد شباب ومع طلبة كيف كيف اللي كاتبين حاجات. شنو عندنا آخر ذكرني واثق؟ وعندنا لي ماستر كلاس، بارتي ماستر كلاس اللي ثلاثة ماستر كلاس، كل ماستر كلاس تابعة سيكسيون. دونك عندنا ماستر كلاس رياليتي فيرتويل، عندنا ماستر كلاس آر فيديو مع علي كازما اللي هو فنان تركي، وعندنا ماستر كلاس مع طارق تاقية اللي هو مخرج جزائري مهم بالنسبة لينا، وثما ريتروسبكتيف سامي تيحكي لنا عليها من بعد. فوالا هذه الفكرة العامة. نحب كمان نزيد نقول على الحكاية اللي احنا نحب نأسسوا مشروع شامل واللي هو باش ياخذ معناتها شوية سنوات 4-5 سنين، هي علاقة المهرجان مع سالة لاغورا ومع الجمعية اللي تحضن المهرجان فوكس جيبس. سالة لاغورا تسكرت والناس الكل تسأل فينا شنو صار علاش كيفاش. المشكله هي مشكله تقنيه، انتم تعرفوا تاريخ الساله هذيا اللي هي كانت معناتها ساله الحزب التجمع نتاع التجمع معناتها ساله. دونك ما ثميش معناتها البنيه ماهيش معموله تكنيكمون باش تقبل السينما والعروض، سورتو ثم مشكله كبيره نتاع صوت. وكي جينا نشوفوا باش يصيروا لي ترافو واحد وكل ياخذوا ياسر وقت. دونك قررنا نكملوا الدورة الثانية، وبعد الدورة الثانية معناتها يصيروا الأشغال، وبعد الأشغال إن شاء الله الصالة باش تحل عام الكل للناس الكل. والمشروع بين فوكس جيبس والمهرجان والقاعة هو اللي باش يكون المهرجان وقتي، أما اللي ثم خدمة على العام الكل. اللي هو معناتها ماذا بينا كيما الناس عندها العادة باش تمشي للقهاوي وباش تولي عندها العادة باش تمشي للسينما واحد وكل. دونك هذايا فكرتنا نتاع السناء، ونعدي الكلمة لواحد. مشكورة، عايشك عايشك فاطمة، ابقى بحضينا. واكيد حتى الناس اللي في المقاهي السينما سناء باش تمشي لها، لاغ فيديو باش يمشي له، الكازما هذا المشروع باش يكون حاضر مع الناس في الشارع باش ينقل الفن باش ينقل الافكار والافلام للناس الموجوده خارج قاعات السينما. كما تحدثت فاطمه القاعه هذه راهي قريبا باش تنطلق فيها الاشغال، وان شاء الله في الدوره الثالثه اللي جاب السينما فن تكون قاعه في احسن ما يكون تقنيا الاحتضان عفوا عروض الافلام والتظاهرات، وتكون على ذمه الشباب خاصه في الجهه نتاعنا. اكيد لما نحكي على جاب السينما فن الركن الابرز الاهم هو واللي يتسالوا عليه برشا ناس البرمجه الفنيه، الافلام الجديد الاكسكلوزيفيتي اللي عودنا بها جاب السينما فن، هل باش تكون حاضره السنه ولا لا؟ هذا الكل نكتشفوه مع سامي تليلي ورباب المباركي من الكوميتي ارتستيك. عسلامة، مرحبا بكم في الندوة الصحفية المهرجان جيب السينما فن، نشكركم اللي جيتوا بالعدد هذا. بالنسبة لبرمجة الأفلام للدورة الثانية المهرجان جيب السينما فن، ثم في الدورة هذه 60 فيلم على مختلف الأقسام. من 60 فيلم ثم 31 فيلم يتعرضوا لأول مرة في تونس، معناها الأفلام هذه باش تكون مهرجان جيب السينما فن هو السباق في عرضها، وبالخصوص هي أهم من هذا هي أفلام ذات قيمة عالية. مهم بالنسبة للمهرجان أنه ما يكتفيش أن يكون استنساخ بالمهرجانات أخرى اللي تصير كسوا في تونس ولا في البلدان الأخرى، المهرجان هذا عنده هويته الخاصة به وعنده توجهاته، وذاك علاش مهم أن نجيبوا أفلام ما جديدة وكما قلت معناها لأول مرة تعرض في تونس.
فما حاجة زادة في البرمجة الفنية اللي في نفس الوقت فما تواصل وفما تجديد بمقارنة مع عمناول. تواصل اللي قعدنا في نفس النهج اللي بديناه عمناول في هوية المهرجان في توجهاته. التجديد أنا رجعنا نروحنا الحاجات اللي ما مشاتش عمناول حاولنا نتلافاوها ونحسنوا فيها، والحاجات اللي مشات حاولنا نطوروا فيها أكثر. دونك باش ما نطولش عليكم نبداو بتقديم أفلام المسابقة الرسمية. في المسابقة الرسمية عندنا ثلاثة أقسام المسابقة: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، مسابقة الأفلام الوثائقية، ومسابقة الأفلام القصيرة. بالنسبة لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة عندنا 8 أفلام اللي تشوفوا فيهم قدامكم. في 8 أفلام هذوما ثم 3 أفلام تعرض لأول مرة في مهرجانات في تونس. توجهات المسابقة: ثم أفلام أولى، معناها ثم مخرجين هي تجربتهم الأولى، ثم تجارب ثانية، ثم مخرجين اللي عندهم أفلام قبل 5 و6 كما ربح عامر زيماش. أما المهم هو أنه ثم تجديد في الخطاب السينمائي وثم تجديد في الرؤية السينمائية. دونك هذا هما 8 أفلام تاع مسابقة الأفلام الروائية الطويلة اللي تشوفهم قدامكم، وتوا نخليكم مع لقطات من أفلام مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. تسحقني في حاجة؟ لا. شجاعة أن نقدم بناتنا للموية، ولازم نتحلى بشجاعة أكبر عشان نصيدهم. تعديو طول مسابقة الأفلام الوثائقية. في مسابقة الأفلام الوثائقية عنا 11 فيلم، أو على 11 فيلم ثم 9 أفلام يعرضوا لأول مرة في تونس. مسابقة الأفلام الوثائقية مسابقة مهمة برشا، خاطر نعرفوا اللي جمهور المهرجان يحب الأفلام الوثائقية، وثم شغف قاعد يزيد من عام لعام بالأفلام الوثائقية لو كان نشوفوها مع بعضنا. اختيار الحقيقة الأفلام هذه الأفلام الوثائقية كان في عدة عوامل. العامل الأول هو أهمية الموضوع أو أهمية الطرح متاع الفيلم الوثائقي. قلنا في الأفلام الوثائقية عندك الخاصية متاع السينما الاجتماعية، السينما السياسية، تهتم بقضايا البيئة، عندك الجانب ذاك. أما زادة مهم كان بالنسبة لنا الرؤية السينمائية والخطاب وطريقة السرد متاع الفيلم اللي هي مهمة ياسر في الأفلام الوثائقية، هذاك اللي يحكم في الخيارات متاعنا. نخليكم مع لقطات من أفلام مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة. الكابتن الجفافي لا تدغير في اللي عليك دي غنى قنا ماني عليك تخدم تزاجت عليك هن الجفاف يا اخوانا عايزين نشغل سينما الثورة، ودي حارتكم ودي سينمتكم. هلموا هلموا، هذا فيلمكم الذي اخترتوه. الشعب اللي قاعد يقدم بالتويلي هذا هو ده. مزيد فهم الخنقة، مزيد حسم الخنقة معنا تسمو في الهواء بطريقة در كيفاش تحسهم شكون ساليب. في بلد الناس جميع من شو هي هالفلسطينية اللي كتار بدون يموت وكرمالها؟ كيف قدرت تختزل حكاياتنا الشخصية بحكايتها الطويلة؟ الحرب كلها كان المكنة، مكنة صنعها الشيطان
داكستر. تعديو توا مسابقة الأفلام القصيرة. مسابقة الأفلام القصيرة ديما عندها نكهة خاصة على خاطر هي المسابقة يمكن باش تخلينا نكتشفوا المخرجات والمخرجين اللي في الأعوام القادمة باش يرجعوا بأفلام طويلة. وإحنا فرحانين اللي عملناه، ثم برشا أفلام جبناها في مسابقة الأفلام القصيرة السنة، المخرجات متاحهم المخرجين قاعدين يعملوا في أفلامهم الأولى. في مسابقة الأفلام القصيرة عندنا 8 أفلام، منها 6 أفلام تعرض لأول مرة في تونس. مسابقة الأفلام القصيرة مختلفة على الأخرين على خاطر هي في نفس الوقت فيها الأفلام الروائية وأفلام الوثائقية. اخترنا باش نخليهم مع بعضهم في الأفلام القصيرة، دونك عندنا 5 أفلام روائية و3 أفلام وثائقية، ونشاهدوا مع بعضنا لقطات من مسابقة الأفلام القصيرة. بالنسبة للأفلام المسابقة 3 العروض باش تكون مشفوعة بنقاش، النقاش يكون تحت إشراف الجامعة التونسية لنوادي السينما بالاشتراك مع أصدقائنا في نادي السينما الطيب لوحيشي بجيبس. نتعدي لبقية أقسام المهرجان. عنا قسم مهم جدا هو قسم سينمائات العالم، اللي هو القسم اللي الجمهور يستناه على خاطر القسم ذايا ديما احنا نحاولوا نعرضوا فيه أفلام من أفاق أخرى، أفلام اللي مش معناش ديما الفرصة باش تتعدى في القاعات التونسية. دونك في قسم سينمائات العالم عندنا 16 فيلم، منهم 10 أفلام يعرضوا لأول مرة في تونس. بالنسبة للأفلام في قسم سينمائات العالم تكون من بلدان مختلفة، من الولايات المتحدة، من فرنسا، من مقدونيا، من رومانيا، ومن عدة بلدان أخرى. قسم آخر مهم بالنسبة لنا وهو قسم العودة على مسيرة أو ريتروسبكتيف. احنا جرات العادة اللي نخصوا ديما قسم نرجع فيه على مسيرة متميزة متاع مخرج أثر في المشهد السينمائي العربي. السنة كان الاختيار على طارق تاجية، ونحن فخورين برشا أنه باش نعملوا ريتروسبكتيف لطارق تاجية. طارق تاجية باش يحضر، باش يكون أول مرة حاضر في تونس، وكان الاختيار أن نربطه بين الريتروسبكتيف والماستر كلاس اللي حكيت عليه فاطمة قبيلي. هكاك يجي المخرج يتعدى أفلامه ويناقش مع الجمهور، ومن بعد يكون ثم ماستر كلاس مفتوح للجميع. طارق تاجية هي تجربة متفردة، تجربة مختلفة على البقية في السينما العربية. والمهم في تجربة طارق تاجية اللي أثرت في أجيال متاع مخرجين جاءوا بعد وتأثروا منهم، زادة كان نشوفوا في أفلام المسابقة ثم برشا مخرجين متأثرين بالأسلوب طارق تاجية. وقت طارق تاجية بدأ يعمل في الأفلام تاعه 15 سنة التالية، برشا عباد ما كانتش فاهمة شنو يحب يعمل. توا مسيرته أثرت في مخرجات ومخرجين أخرين، ذاك علاش احنا اخترنا باش نخصصوا له ريتروسبكتيف ومعها الماستر كلاس. ثم زاد حاجة مهمة هي عروض الشارع اللي صارت عمنا باش تعاود تصير السنة، باش تصير في المنزل باش تصير في شط السلام. كان الاختيار أنها تكون أفلام موسيقية هكاك تجي الناس الكل تتفرج، مفتوحة معنا لكل الأعمار، لكل الناس الكل،
مهم لنا نعديو سينما افلام موسيقيه في عرض الشارع، خاطر بالنسبه لنا السينما زاد فرحه، والسينما زاد جو، معنى الفرحه ماهيش متناقضه مع الالتزام وماهيش متناقضه مع الرؤيه الفكريه الجاده. ظهر لي تكلمت برشا مش ما نطولش عليكم، نحيل الكلمه للربيب مباركي اللي هي عضوه معنا في لجنه اختيار الافلام. عسلامة، مرحبا بكم الناس كل. الفرحة كما قال سامي توا ماهيش باش تكون في جبس المدينة فقط، فما عروض في مارس، في وذرف، في المطوية، في الحامة، وفما عروض زادة في الحبس. والعروض في جبس سينما فن مش مقتصرة على الكبار كهو. شفنا عم نول حتى مدام الهيم في الديبا مع صغار، ديبا متاعهم كان ياسر ثري وعملوا جو تفرهدوا برشا، ونظرا ذادا لضعف الحضور الأفلام صغار في جيبس قليل وتصير بروجيكسيون دونك. وجيبس سينما فان كان سباق، ظهلي أول مهرجان يعرض أفلام للصغار دونك. خممنا سنة في أفلام وأفلام جديدة زادة، حتى الأفلام ثلاثة اللي بتتعرض للصغار أول مرة تتعرض في تونس، إن شاء الله يجي إقبال من الصغار وإن شاء الله يحضروا. خدمنا على استراتيجي إن شاء الله باش يكونوا موجودين برشا. فما حاجة مهمة بالنسبة لي بالذات اللي هي سيكسيون جديدة حرصنا إنها تكون موجودة نظرا ل ظرفية التلوث في جيبس والوضعية البيئية المدهورة. سني خممنا باش نعملوا سينما الأرض، سينما الأرض في جيبس، نتصور واجب ثقافي وواجب جهوي أمونافي، هذا رأيي الخاص. دونك خممنا في دو بروجيكسيون باش يصيروا اكسيبسيونيل على الاخر. بروجيكسيون بالاشتراك مع سترينو فيلم فيستيفال اللي هو فيلم ايطاليا، فيستيفال ايطاليا اقترح علينا جملة من الأفلام اللي هي تعنا بالارض والانفيرونمون والبيئه، باش تصير في الانستيتيو سوبيريور ايزاري ميتي دو جيبس في بول بالاشتراك زادا مع نو لوغو، دونك بروجيكسيون اكسيبسيونيل. العرض الثاني باش يكون في اللوازيس بالاشتراك مع جمعيه صوتكم، باش نعملوا مخيم للي جون وباش نعملوا لهم بروجيكسيون في وسط اللوازيس، شات تعدى باهيه والناس كل تعمل جو. فما حاجه مهمه جدا نحكي، باش ننطلق من تجربه شخصيه، كيف كملت القرايه وعندي برشا افكار وعندي برشا حاجات نحب نعملهم، ما عرفتش كيفاش شنو نعمل، معناها كيفاش نعمل دوسيي، كيفاش ننظم افكاري، كيفاش نخمم. دونك خممنا فاتولي لل 12 شاب وشابه، من باش يكونوا حاضرين معنا من قفصه، من تطاوين، من قبلي، من جيبس، من برشا ولايات، باش نقودوا معاهم تجربه كيما هكا، وان شاء الله يرجعونا ببرشا افلام ونعرضوا لهم في جيبس سينما فن. ميرسي. كان عندكم دي كيستيون انا بحذاكم من بعد. يعطيكم الصحة سامي ورباب. المهرجان كالعادة يعمل على الأفلام اللي تعرض أول مرة في تونس. عنا 31 فيلم عفوا كما تحدث سامي تليلي في أول مرة يتعرضوا في جيبس. كيف الفضاءات الخارجية تحتضن المهرجان، الكازما باش تكون موجودة في الكورنيش وباش نحكيوا عليها بعد مع مسيو بول. ما قبل هذا فما فقرة في المهرجان في دورته الأولى شهدت نجاح كبير وحضروها أعداد كبيرة، سواء من الناس لي جون وسواء من الكبار، كيف اللي هي لا رياليتي فيرتوال. زياد مد بحبروني يحكي لنا عليها بعد زياد في عقلك. لكن قبل هذا نرجعوا مع مشروع الكازما اللي باش يكون موجود في الكونتونير على الكورنيش نتاع جابس. مسيو بول أغدان يحكي لنا عليه وعلى الخيارات الفنية لهذا المشروع. Traducteur. Bien, bonsoir. Merci d'être là. Alors, excusez-nous, il va y avoir une traduction consécutive, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà. Bien, donc je vais parler de la vidéo, donc la section vidéo importante ici. Elle a été souhaitée importante. C'est une forme d'art qui est née dans les années 1960, qui est assez peu valorisée. قسم الفيديو قسم مهم جدا. القسم هذا انشا في السنوات 60
ولكن للأسف الشديد نرى أن هذا القسم من الإنتاج السينمائي لم يلقى الحظ الذي يستحق. Voilà, donc c'est des formes, sont des formes d'expression filmique souvent assez difficiles à montrer parce que, bon, par rapport au cinéma par exemple, il y a la question du récit qui n'est pas toujours posée. Les vidéos peuvent être très courtes, elles peuvent être très longues. Bon, donc ce n'est pas le même format. Voilà. من ربما الأشياء أو العوامل التي ساهمت في قلة نجاح هذا النمط السينمائي هو أولاً طول مدة الفيديو، أحياناً يكون الفيديو قصير، أحياناً طويل، ثم كذلك قضية القصة أو الرواية التي قد تكون غائبة أحياناً في الأفلام الفيديو. Voilà, donc dans le milieu de l'art contemporain, d'où je viens, donc on parle de vidéo d'exposition pour désigner ces formes de création. ولهذا السبب فإن التعبير السائد لهذا النوع من الإنتاج الفني هو استعمال كلمة فن العرض، يعني هو عرض أكثر منه ربما شيء آخر، هذا ما ساد فيما يتعلق بتعريف الفيديو. Voilà, et par rapport au cinéma par exemple, bon, il y a la question bien sûr du récit, beaucoup de vidéastes ne racontent pas d'histoire, ils se saisissent de l'air du temps, ils font un travail par exemple d'introspection. Bon. إذن هذا دائما يعود بنا إلى مسألة غياب أو قلة حضور الجانب الروائي أو القصصي في الفيديو، حيث لاحظنا أن معظم السينمائيين في مجال الفيديو لا يهتمون بقصة ذات بداية ونهاية، وإنما هي لقطات يؤرخون بها لمشاهد أو يعبرون بها عن وجهات نظر خاصة. Voilà, alors ça explique que parfois les conditions de projection exigent une certaine intimité, par exemple, d'où les différences de format très courantes. Certaines vidéos aussi peuvent être des installations vidéo, c'est-à-dire l'image, mais aussi des textes, mais aussi des documents, des objets. Donc tout ceci est compliqué et spécifique. هناك من الخصائص الأخرى لفن الفيديو هو ذلك الطابع الذي يمكن نصفه بالحميمي. فالأفلام لا تعرض في قاعات سينما كبرى أو أمام جمهور كبير، بل عادة تكون في مجال وفي إطار ضيق. وزد على ذلك أن عادة عرض شريط الفيديو لا يكتفي بالصورة المقدمة فقط، بل ترافقه وثائق أخرى مكملة، وهذا ما يجعل خصوصية لهذا الفن. Voilà, donc cette année la sélection, on a 16. Donc 16 vidéastes qui sont présents avec 16 œuvres. On a 7 œuvres internationales et, 7, et donc 9 œuvres tunisiennes. Et dans l'adéna, ça va être avec nous 17 cinémaïens dans le domaine de la vidéo. منها 7 انتاجات لمخرجين تونسيين و 9 من خارج تونس. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait en sorte d'avoir des œuvres inédites aussi. وقد حاولنا إذن أن نعتمد مبدأ الجدة في هذا العرض، فنقدم عروضا تعرض ربما لأول مرة. Voilà, donc on a 6 œuvres inédites, donc 2 internationales, bon je vais pas les détailler, et 4 tunisiennes, donc qui sont des premières. إذن هناك 6 عروض تعرض لأول مرة، 2 منها من تونس و4 من خارج تونس. Voilà, donc je donnerai le détail éventuellement si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, إذا كنتم في حاجة إلى مزيد المعطيات فأنا على ذمتكم الإجابة. Voilà. Alors, il y a une donnée qui est importante, c'est la sélection. Comment on a procédé? Donc, مسألة انتقاء أو اختيار الأفلام وعلى أي مقاييس تم ذلك، هذه مسألة سنطرحها. Voilà, alors on a procédé de façon collégiale avec donc plusieurs personnes. Malek Niaoui, donc directeur artistique, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc في الحقيقة طريقة تدخلنا أو عملنا كانت طريقة عمل جماعي، وقد ساهم معنا الصديق مالك الجناوي الذي هو متغيب لأسباب شخصية. Voilà. Alors فاطمة كيلاني، باتريسيا تريكي. فاطمة كيلاني. أو بشكر ما سميه أليس. Voilà. كاريجان جاوي. Aussi. Donc on a travaillé en commun et bon le fait que moi j'ai été choisi, je tiens à le préciser, ça n'a rien à voir avec le fait que l'ancienne puissance coloniale à travers moi viendrait dire la vérité sur la vidéo. Absolument pas. Donc. تم اختياري كمنسق أو كمسؤول لهذه المجموعة، ولكن هذا لا يعني أن الاختيار تم على أساس إرث استعماري وعلى أساس أنني آتي من فرنسا التي كانت في زمن ما تتحكم في مصير هذه البلاد، ف
فالأمر بعيد على هذا المنظار القديم. Bon, je sais pas ce qu'il dit. Hein. Je trouve qu'il dit beaucoup de choses. Je le remercie. Sérieusement, en fait, la raison est simple, c'est qu'il y a longtemps qu'on travaille dans cette équipe, plusieurs années maintenant, d'une part, et d'autre part, j'anime depuis longtemps, depuis une petite quinzaine d'années en Europe, tout un programme autour de la vidéo d'exposition, donc c'est un domaine sur lequel j'ai un petit peu travaillé. Voilà. تنشيط بعض الورشات وبعض اللقاءات فيما يتعلق بفن الفيديو لا في فرنسا فقط وإنما في أوروبا أيضا. Voilà, alors comme nos collègues hein, l'ont dit pour le cinéma, on a essayé de faire en sorte de faire plus que montrer des œuvres. Hein, donc. ومثل ما هو الشأن بالنسبة للسينما وقد عرض الأمر عليكم منذ حين نحن لم نكتفي فقط بمجرد عرض أعمال. Voilà, donc on a monté un programme, donc un workshop avec Nissen Cosentini, donc Plasticité et cinéma, le film d'archive. Donc, ouais, voilà, pour vous, ce sera plus facile. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Voilà. مكونات لورشة عمل مع نيسان قسنطيني. Voilà. Voilà. Une table ronde mettre la vie en image encore. Alors c'est moi qui l'a fait ici même à l'agora de Gabès. ومائدة مستديرة تهدف إلى إبراز مكانة الصورة. وسأقوم أنا شخصيا بتنشيطها في جبس. Oui, avec une question qui nous concerne quand même ici. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'images? Et d'une certaine manière, comment, à bon escient, perpétuer l'image hein, Voilà, on aura une masterclass, alors, une véritable, avec le vidéaste Ali Kazma, qui est turc, qui est pris Nam June Peck, donc en vidéo, c'est l'équivalent du Nobel donc pour l'art vidéo. Man, oui. Donc Ali Kazma, masterclass. وهناك إذا masterclass أو محاضرات أو دروس ستلقى من بينها سيقوم بتقديم واحدة منها السيد علي كازما وهو القادم من تركيا. Oui, c'est un Turc. القادم oui, من تركيا وقد فاز بجائزة في تركيا في هذا. C'est la puissance de l'Empire ottoman. وإذا هي قوة الإمبراطورية العثمانية. Oui, c'est qu'actuellement la Turquie est très active. الآن تركيا هي نشيطة جدا في عدة مجالات كما ترى. Bien, et pour finir, une performance musicale intéressante d'Abdullah Minyawi et Simon Ossel, donc qui sera quelque chose d'assez original, je pense, dans le cadre de ce festival. إذن في الأخير هناك لينون سيو بليس عبد الله مينياوي عبد الله مينياوي سيمون أوسيل سيمون أوسيل إذن سيكونون إذن معنا وستكون أو وجودهم إذن مهم جدا في هذا المهرجان. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie aussi. Merci. Voilà, je vous en prie. Mon travail, monsieur. Mais je vous en prie. Tenez, Fred, madame, je vais m'asseoir là. يعطيكم الصحة. كانت هذه لمحة عن الكازما عن الاختيارات الفنية لهذه الفقرة المهمة في جيب السينما فن. زياد مدب حمروني المرة ذي مش تطلع بحذارة بالحق. البارتي فيار هذه مهمة جدا، حاجة جديدة في جيب السينما فن، تميز المهرجان على غيره من المهرجانات في تونس والعالم العربي. فيها مسابقة كذلك، هذه الكل يحكي لنا عليه زياد مدب الحمروني. Assalam, bonjour à tous, assalam marhaba. Donc la section réalité virtuelle, donc la partie le marbouta bla cinéma تاع الواقع الافتراضي ديناها عام الاول في نظره نحاولوا نسي دو باش ندخلوا الفستيفال تاع جابس في نظره مستقبليه، استديو في لي فيستيفال تاع العالم الكل توا الواقع الافتراضي والافلام تاع الواقع الافتراضي موجودين، فما دي سيكسيون سبيسياليزي معناتها مربوطين بالافلام من النوع هذايا. سيكسيون جدد برشا افلام قاعده تخرج من 2013-2014. دونك بدينا نخدموا في جابس بالنسبه للسيكسيون دونك الرياليتي فيرتويل الواقع الافتراضي الافلام تاع الواقع الافتراضي. الخدمة بتاعنا موجود على زوز مركزة على زوز محاور. المحور الأول اللي هو الفورماسيون، دونك كيفاش
نعلموا لي زيتوديون تاع لي زيكول تاع ليزيم وليزام اللي فما في جيبس نعلمهم كيفاش يخدموا على الافلام تاع الواقع الافتراضي كيفاش يخلقوهم كيفاش يخموا فيهم كيفاش يتعلموا ينتجوهم وهذا يصير في اكاتون دونك 5 ايام اللي باش ياخذوا فيهم المعطيات التقنيه الكل اون بون بارتي معناتها من المعطيات الفنيه وعندهم 5 ايام باش يخرجوا فيلم المحور الثاني هو الفي ار كورنر دونك الفي ار كورنر سي ناخذوا الكومبلكس كولتوريل في جيبس وفيه برشا دي كاسك نتاع الرياليتي فيرتوال باش العباد اللي يجوا للفستيفال كل حاضرين في الفستيفال ينجموا يتفرجوا على الافلام يشوفوا افلام جدد يشوفوا افلام معناتها مازال كي خرجت الفكره انهم يكتشفوا اكثر خاطر الواقع الافتراضي لازم شويه تكنيك شويه يتكلف شويه فلوس دونك الفرصه ان نستعملوا الفستيفال باش نشوفوا اكثر افلام الاضافه بالنسبه هذا اللي عملناه كيما عملناه دونك هذوما الحاجات اللي موجودين الفكره ان في السيسيون تاع هذه زدنا زوز حاجات جدد زوز نقاط جدد باش نكملوا نقدموا بهم دونك عندنا ماستر كلاس نتاع بنجامين هوغي اللي هو كاتب ومنتج نتاع افلام نتاع واقع افتراضي الى كتب برشا افلام برشا كتب على لي تكنولوجي ايميرسيف بصفه عامه ويل سبيسياليزي في الرياليتي فيرتوال دونك الواقع الافتراضي لو دوزيام اكس المحور الثاني اللي زدناه السنه هو اللي التلاميذ اللي باش يعملوا الهاكاثون دونك اللي باش يعملوا الفورماسيون باش يعملوا الافلام تاعهم اللي هما باش يكونوا في الكومبيتيشن زدنا لهم اون فورماسيون في السيناريو ادابتي للرياليتي للرياليتي فيرتوال سيتادير كو شهر قبل الفستيفال فما بلوز برشا فرق باش في ورشه نتاع اسبوع باش يتعلموا يكتبوا للواقع الافتراضي خاطر ليماج 360 ما تكتبش كيما لي كاميرا اللي نعرفوهم معناتها متعودين عليهم اي دونك باش يكتبوا الافلام تاعهم ومن بعد باش يصوروهم في البيريود نتاع الفستيفال عندهم 5 ايام باش يصوروا فيهم ويعملوا فيهم لي مونتاج نتاعهم في وفما في الاخر نتاع الاكاتون هذا في الاخر عندنا اون كومبيتيسيون دونك مسابقه باش يختاروا فيها احسن فيلم في الانتاجات هذوما الثلاثه البارتي الاخرى اللي زدناها جديده في السيكسيون تاع الرياليتي فيرتوال دونك سيكسيون تاع الواقع الافتراضي انه عندنا افلام دي فيلم جدد اللي باش تصير فيهم اون كومبيتيسيون بالبريم تاع الببليك معناتها باش فما اون بلاتفورم باش نحطوها اللي العباد تمشي تتفرج على الافلام اي سي لو ببليك دونك العباد اللي باش تتفرج على الافلام هي اللي باش تختار انه احسن فيلم عجبهم اي سي فيلم لا يفا افوار ان بري دونك في اخر الفستيفال دونك عندنا كلكو فيلم اللي توا بور لو مومون كي سون كونفيرمي مازلنا نستنوا في دي كونفيرماسيون اخرين تاع ياخذوا بشويه بشويه دونك عندنا سفير سفيرز نتاع اليزا ماكنيت عندنا ريانيميتد جاكوب كوتسك عندنا اكوز نمبر 2 والتر سيسولو عندنا افرو روتس تاع سليم حربي عندنا جلومي ايز ومازالوا فما افلام اخرين جايين ان شاء الله يخلطوا في السيت في الباج انترنت في الباج فيسبوك نتاع الفستيفال نكملوا بهم الديفوزيون دونك الفكره نتاع علاش نحبوا علاش حابين نخلقوا سيكسيون نتاع الرياليتي فيرتوال اون لا ديفلوب اكثر من كان النشر نتاع الافلام اللي نحبوا نخلقوا في جابس بداء من الفستيفال ومن اللي داير بالفستيفال دونك اجار انا وشيرين الاخضر مع الفستيفال نتاع جابس نخلقوا قاعده نتاع ان بوان اللي ننشروا منه تبدا تنشر منه الكولتور ولا الثقافه نتاع الواقع الافتراضي بور في تونس و aussi في الريجيون الكل دونك لافريك لو موند عرب واحنا ماشيين دونك الفكره ان نركزوا ابارتير من جابس جابس تكون معناتها سي اول فيستيفال في تونس عملناه يعمل كومبيتيسيون اكاتون ويعمل اون سيكسيون مربوطه بالواقع الافتراضي وما هي الا الحجره الاولى مازالوا عندنا سنين باش نكملوا نخدموا فيهم فما برشا حاجات مازالوا جايين مازلنا نكملوا نقدموا وان شاء الله يعجبكم ان شاء الله تعجبكم السيكسيون
ميرسي كرسيك جاي ما تخافش. يعطيك الصحة زياد. كانت هذه تقديم مختلف الفقرات في مهرجان جبل سينما فن. الدورة نذكر تنطلق يوم 3 أفريل السنة، نضافوا نهارين بارابول للدورة السابقة. المهرجان صار أطول، المهرجان صار يرسي في قواعده وفي تقاليده في باقة المهرجانات الموجودة في الجهة وفي البلاد ككل. جبل سينما فن هو مهرجان فيه تفاعل كبير بين الجمهور، بين المؤسسي المهرجان، بين الفنانين والممثلين اللي يحضروا معنا والأفلام، كذلك فما تفاعل بين المجتمع المدني والمؤسسات الموجودة في جابس، المؤسسات الثقافية والمؤسسات الجامعية وغيرها اللي تحضر معنا وتدعمنا من أجل نجاح وإيجاد هذا المهرجان اللي الحقيقة نعملوا عليه في قادم السنوات، وشباب جابس ينتظر في المهرجان هذايا. الكلمة ليكم الآن للصحفيين، للمجتمع المدني، للناس اللي حاضرة معنا، تحب تسأل، تحب تستفسر على أي حاجة، مرحبا بكم. تلقوا لي ميكرو عند البنات. طيب قلنا كل شيء يا أخي. نجم نزيدوا نحكي لكم روا احنا عنيش مشكل. ونجم نعطيكم شوية اسامي من مرسي. هاي هو ثم سؤال سبيع. عسلامة، شكرا لكم نبيل زيتوني قناة نسمة، شكرا على الدعوة الكريمة في البداية. عاينا في الدورة الماضية خاصة الوقت قسم الواقع الافتراضي، يعني كان تميز كبير، كان تميز كبير بالنسبة لقسم الواقع الافتراضي في الدورة الأولى كما ذكرت، وكانت حاجة تقريبا هي تفرد بها المهرجان يعني على النظراء من المهرجانات الأخرى. حبيت نسأل اسك تم استثمار يعني على مستوى القسم هذايا، خاصة ذكرت اللي فما فورماسيون في لاكاتون، اسك تم يعني استدعاء خبرات نقولوا أجنبية في القسم هذايا كما ذكرت اللي كان نقطة قوة للمهرجان، وبالتالي يعني هل فما استثمار كبير بالنسبة للقسم هذايا؟ وشكرا. ناخذوا أكثر مداخلات زياد، ناخذوا بثلاثة ونجاوبوا على الأسئلة. خليه يتفاعلوا شوي. سي كراي. كراي بريدايم لجريدة لابريس. حبيت نشكركم قبل كل شيء على البروجي اللي عملتوه لورد لا بروميير إيديسيون، اللي كنت وقتها خايفين شوية كم البيجي وكله، بعد تبارك الله سيتيت اون ريوسيت توتال. بون نرجع للي كيستيون، ماذا بينا تعطينا امتي بيلون متاع البرومير ايديسيون، شنو هما لي بوان فور ولي بوان اللي انتم حاسين بلي انتم لازم تصلحوهم، خاطر بيان سور كل ترافاي فيه معناها حوايج باهيين وحوايج يلزم واحد يريكتيفي، فهمت؟ تعطونا فكره على الحكايه هذه. تروزيام كيستيون، لو بودجي بارابور لورد لا بروميير إيديسيون، شنو البيدجي اللي حسبكم انتم منير، خاطرش حبيت نعرف زيدا لا توتيل قاعد تعاون فيكم ولا مينيستير، نشوفوا واش ثم جديد. فهمت. ديرنيير كيستيون، لي زانفيتي دو مارك تعطونا فكره عليهم، معناها شكون جاي وشكون مش جاي. ميرسي. وي سخي ظهر لي كنت فما برشا سؤالات معاه، خلينا نبدا. داكوردو، نبداو بزياد، سؤال حول الواقع الافتراضي. أنا بالنسبة للواقع السيكسيون تاع الواقع الافتراضي، السناب كبرنا أكثر السيكسيون. دونك زدنا فيها دو، معناتها زدنا فورماسيون في السيناريو اللي باش يعملها فلوران بانتيي اللي باش يجي من فرنسا. Et هو اللي باش يعمل la formation à l'écriture immersive، معناتها هو اللي باش تولها باللي زيتوديون باش يخدمهم مع جمعه كامله على الكتيبه نتاع السيناريو في الواقع الافتراضي. دونك يسرا اسيستي زاد بار ساوسن سايا كي سيناريست تونسيه، اللي هي باش تعمل معاه لو رولي
دونك باش تعدي لافورماسيون باش تاخذ لافورماسيون من لي ستوديون كما ما فماش بارير نتاع لونغ ما فماش بارير نتاع ترانسميسيون نتاع المعلومات لو بوين ثاني اللي كبرنا به زاد السيكسيون سني اللي هو الماستر كلاس نتاع بنجامان هوغي بنجامان هوغي هذا سي ان اكريفان un théoricien في les technologies immersives بصفة عامة معناتها réalité virtuelle mais زاد عنده réalité augmentée réalité mixte toutes les technologies جدد اللي موجودين donc c'est une vraie pointure معناتها في الدومين هذا اللي جبناه باش يعمل une masterclass باش يفسر le lien العلاقة ما بين la réalité virtuelle ما بين السينما والreality virtuelle شنو هو اللي تزاد جديد شنو هو اللي ما فماش شنو اللي يضاف جديد وباش نسهلوا نحاولوا نسهلوا بها لو ماكسيموم زاد لا رياليتي فيرتوال خاطر كي نسمعوا بها الواقع الافتراضي ديما عندنا ديستانس معناتها انسان في كاسك وشنو قاعد يشوف لداخل تشوف معناتها شنو اللي قاعد يصير دونك هذاك علاش فما لو في ار كورنر دونك بهو العباد نجم تشوف دي زوفر دونك ينجموا برشا عندنا كوليكسيون باهيه معناتها نتاع برشا حاجات برشا دي بروجي باش نوروهم وعنا دونك الفورماسيون لا بارتي فورماسيون اللي هي بالنسبه لنا لازم السافوار واللي كومبيتونس يتعدوا دونك سنيف فما فلوريان بانتي باش يجي يفورمي في السيناريو وعنا ايكيب تونسيه فيها انا اونتر اوتر ساوسن سايا و دوتر بيرسون اللي باش نكملوا في الاكاتون معاهم في البارتي في الاكاتون اللي هو يصير في الفيستيفال داكور دونك سي اون دو تان يصير الحكايه وهذا مازلنا كما قلت معناتها حجرة أخرى ومازالوا فما مازلنا باش نكملوا نكبروا بشوي بشوي. باش نجاوب على سؤال نتاع شنيا فيش عمناو شنو النجاحات وشنو الحاجات اللي ما نجحناش فيهم باش نبدا بالرياليتي فيرتوال اونتر اوتر معناتها احنا الورشه مثال نتاع الكتابه في الرياليتي فيرتوال اللي نحب ناكد عليه اللي البارتي رياليتي فيرتوال ولات بارتي كامله في المهرجان معناتها كيف ما ثم السينما كيف ما ثم ار فيديو ثم رياليتي فيرتوال مي رياليتي فيرتوال في السينما معناتها عملنا حسينا احنا معناتها القبول على نتاع الناس على الرياليتي فيرتوال كان مهم برشا والخدمه نتاع لاكاتون اللي تعملت افلام اون رياليتي فيرتوال زاده معناتها كانت حاجه ناجحه في الظاهر اما كي نجيو نشوفوا لي كاليتي دي فيلم معناتها نحسوا اللي مازال حاجتهم بتطور فهمت الشباب واللي هي حاجه عاديه خاطر مازالوا طلبه واحد وكل دونك قلنا احنا كيفاش نجموا نشاركوا باش نطوروا الاشغال نتاع الطلبه دونك زدنا هذايا الفورماسيون معناتها الورشه نتاع الكتابه في الرياليتي فيرتوال هذه من الحاجات اللي شنو تاعنا فيها الفكره العامه معناتها احنا كما قلت مقبله معناتها حطينا الحجرات الاولانيين عملناو وكانوا برشا حاجات قررناهم لكن اختياراتنا ما كانتش واضحه 100% معناتها حاولنا سنة باش نوضحوا اختياراتنا هذاك علاش اكدنا على فكره اللي احنا مهرجان نتاع فنون الصوره معناتها ما كانش كان مهرجان معناتها سينما واللي هي الفكره معناتها مهمه بالنسبه لينا الحاجه الاخرى اللي ما عملناوها معناتها كان عندنا ما وصلناش باش نعملوها برشا معناتها عملنا هو علاقتنا المجتمع المدني وعلاقتنا مع ناس جيبس اللي كانت موجوده ما حبينا نطوروها اكثر ونخدموا اكثر مع المدارس ونخدموا اكثر مع الليسيات ونخدموا اكثر مع الجامعات واكثر مع المندوبيه زاده معناتها هذايا طورناه السنه ودايغ ربيب ومريم مكي مثال خدموا برشا على العلاقه مع المجتمع المدني والانستيتيوشن كولتوريل الكل دونك هذا البوان الثاني اللي طورناه ان شاء الله طورناه السنه وخدمنا كيف كيف معاهم على حضور الجمهور خاطر عمناو كان ثم جمهور يقولوا من احسن الاعوام اما احنا يظهر لنا اللي عندنا امكانيه باش نطوروها زاد اما ماخذين الوقت معناتها بالنسبه لينا راه ماهيش خدمه نتاع عام ولازمنا ننجحوا فيها السنه بالذات معناتها هذوما الحاجات الكل تتبني بشويه بشويه ولازمنا نخليه الوقت زاد يعمل خدمته الحاجه الاخرى هي التكوين معناتها مثال احنا ليكيب مخلطه ثم اللي من الكيف وثم اللي من تونس وثم اللي من جابس وثم اللي عنده تجربه وثم اللي عنده اقل تجربه وثم اللي جاي من المجتمع المدني ومش جاي من المجتمع معناتها الميدان المهني نتاع دونك ثم تكوين في الحكايه التكوين احنا تصورنا اللي باش يتعمل عمناول في عام بركه ونجموا وفهمنا وشفنا اللي التكوين لازمه اكثر وقت
على خاطر التجربة زادة نرجعوا لحكاية الوقت، التجربة هي زادة عندها أهميتها ولازم الممارسة فيها. ثم حكاية البيجي يظهر لي معناتها احنا عندنا تمويل من وزارة الشؤون الثقافية ومركز السينما والصورة، شكون عندنا المينيستير دو توريزم زادة، عندنا لي ميسين وعندنا لي سبونسور، معناتها عندنا لي 3 سورت معناتها دو فينانسمون. فوالا كان ثم حاجه اخرى في السؤال نسيت حاجه ولا سي بون؟ اه فوالا نخلي سامي يحكي على لي زانفيتي. عندك فاطمه. وي سيجا الضيوف باش نحكي على لجنه التحكيم، رئيس لجنه التحكيم نتاع الافلام الروائيه الطويله هو جيلاني السعدي، واحنا فرحانين برشا على خاطر جيلاني مخرج تونسي بالنسبه لنا مهم برشا، وطريقة عمل وطريقته علاقته مع السينما تمثلنا زادة برشا. دونك فرحانين لجيلاني رئيس اللجنة. عندنا منا شلبي من مصر، ممثلة مصرية يظهر لي تعرفوها الكل، وعندنا إيدم بكري كيف كيف يظهر لي معناتها الناس الكل تعرفه اللي هو ممثل فلسطيني لعب في فيلم عمر متاع هاني أبو أسعد ومشيو لي زوسكار. دونك هذوما لي سامي، بعد نجم نعطي اسامي من زيدا توينسا في لجنه التحكيم في الافلام القصيره. عندنا اميره الشبلي اللي هي معناتها ممثله تونسيه وشطاحه تونسيه اللي تعرفوها الكل بمسلسل نوبه، وكيف كيف اللي احنا نمنوا بها برشا، وهي ديما تلعب بها الحكايه رقاصه وشطاحه، ما هي بشالي كلمه فنيه زاده راه. فوالا نجموا من بعد نجموا تشوفوا الكتالوج، وثم اسامي اخرين فوالا، ثم رانيا ستيفان، ثم وثم مفاجئات مازالوا جايين. فوالا سامي. لان نحب نواصل مع سؤال سكرية على الحاجات اللي ما مشاتش عملناها وحاولنا نطوروا فيهم السنه، مثلا صار تعديل على مستوى البرمجه على مستوى الاوقات. لاحظنا اللي ثم اوقات اللي ما يجيش فيها برشا جمهور، حاولنا نعدلوا فيها، دونك الراعي والجانب هذا. الحاجه باه اللي سنه عندنا اكثر ايام، دونك زاد كان مهم بالنسبه لنا من الحاجات اللي عملناها، وانا مثلا شخصيا في الاداره الفنيه طلبت فيها اللي هو شويه ايام تاع عروض، هذاك علاش السنه كثرنا في افلام في عدد ايام العروض، تعلينا من 5 أيام لسبع ايام، مهم باش البروغراماسيون تاخذ بلاصتها ما يكونوش فوق بعضهم. ساعة ساعة كتبدا عندك برشا أفلام باهية، ماذا بيك تحط كل واحد تعطيه التوقيت المناسب والبلاصة المناسبة باش الجمهور يجي. ساعة ساعة الجمهور يلقى روحه منقسم، يحب يشوف زوز أفلام فرد وقت. دونك حاولنا نعالجوا الموضوع هذا بيسكو عندنا أكثر أيام، دونك أكثر حاولنا نوازنوا في البرمجة، دونك صارت تعديلات في القاعات في التوقيت في الأيام. وفما زادة حاولنا في قسم سينمائيات العالم أكثر تنوع، على خاطر جمهور قسم سينمائيات العالم مختلف على جمهور المسابقة. جمهور المسابقة يعرف اللي هي المسابقة خاصة بالأفلام العربية وكل شيء، جمهور السينمائيات العالم متنوع أكثر، حاولنا نمشي أكثر مع التنوع والاختلاف هذا في اختيار الأفلام. يقعد ديما طبعا الجانب الفني هو المقياس، أما أكثر تنوع في سينمائيات العالم. بالنسبة للسينما الأطفال حاولنا مثلا في الفيلم المصري، الفيلم الصور المتحركة المصري الفارس والأميرة، استدعينا المخرج وعضو من فريق العمل باش يحكيوا مع الصغار ويتناقشوا مع الصغار باش يفسروا لهم كيفاش يصير الفيلم الصور المتحركة، خاطر لاحظنا عمناه واللي كانت ثم الرغبة ذي من عند الأطفال باش يتناقشوا ويفهموا كيفاش تصير السينما. دونك هذاك علاش عرض من العروض متاع سينما الأطفال باش يكون فريق العمل حاضر يتفاعل مع الصغيرات ويتناقش معاهم. هذه الحاجات اللي معناها استخلصنا منها العبرة من عمناه وحاولنا سنين نحسنوا فيها. أكيد المهرجان مازال معناتها في دورته الأولى، دونك مازال يتحسن أكثر، وإن شاء الله في كل عام نشوفه تطور. أنا كيستيون من غديك قبل يظهر لي حلو لهم ميكرو. لا لا قبله هاوكا فما غديك نشوف فيهم شكون. أي فاضل. دونك شكرا جزيلا. احمد قرفيل فنان و بريزيدون دونسور سيتويان سود، واليوم جيت نمثل المجتمع المدني. دونك بيتيتر حكيتو فيه سؤالي خاطر خلطت مخر شويه. دونك حبيت نسال
السؤال اللي اليوم الفستيفال هذايا بالحجم والقدرة إنه يخلي جابس وولاية جابس تشرق على نطاق وطني وإقليمي، اسكو اليوم اللجنة ولا إدارة المهرجان تفكر وتخمم ان الفستيفال هذايا ما عادش يكون يعني في فتره زمنيه قصيره واللي هو يمثل يعني 20 يوم شهر من الاورجانيزاسيون، دونك ونخمموا اللي نخلقوا خلايا جديده، الخلايا هذه تمثل ولا من منطلق الخلايا هذه ناثثوا ونرافقوا ونعززوا من قدرات يعني الفنانين ولا الشباب الموجود في جيبس المحترف والهاوي على مدار السنة كاملة، دونك نجموا بالطريقة هذه بالشراكة مع كل المتدخلين في القطاع الثقافي حكوميين ولا مستقلين باش نجموا نزيدوا نستثمروا في المهرجان هذه على مدى السنة. وشكرا. هذا معناتها نقطة افكتيمون انا حكيت مع عليها من الاول في تقديم فلسفة المهرجان ومتفقة معاك 100%، لكن هذا زيد يحب له وقت. معناتها احنا توا المهرجان هو بيدو مازال فخاجيل شوية، معناتها دورته الثانية وحتى اون ستركتور ليكيب ويشد روحه واحد وكل. اللي قلته انا في الاول في التقديم باش نعاود لك شوية معناتها غابيدمون، اللي هو ثم ثلاثة عناصر، ثم سالة لاغورا وثم الجمعية فوكس جيبس وثم ليكيب نتاع المهرجان. المشروع والفكرة اللي ماذا بينا هذوما ثلاثة عناصر يخدموا مع بعضهم على العام كامل، معناتها المومون اللي ظاهر هو يكون وقت المهرجان، ما تكون خدمة على العام الكل، معناتها ورشات تكوين أفلام يتعملوا هذا الكل ماذا بينا، ما لازموا شوية وقت. معناتها الفكرة اللي السالة باش تتسكر لاغورا باش يصيروا لترافو باش تعاود تحل بالتقنيات اللازمة الكل، باش يكونوا ثم عروض لاغورا باش يكون ثم برجمة اللي هي تابعة الفستيفال وتابعة الجمعية اللي باش نعملوهم، وإن شاء الله زادة معنا سيني كلوب نعملوا معناتها هذا الكل زاد بشراكة مع المجتمع المدني في جيبس، خاطر هذوما ثلاثة عناصر راهو زاد وحدهم ماهمش يعملوا كل شيء وباش يحسنوا الدنيا الكل، خاطر هو ثم مجتمع مدني وثم مؤسسات معناتها ثم زاد حاجات في جيبس اللي الناس الكل به كان نتعاملوا مع بعضنا وكل واحد زاد من جهته في حاجات مختلفة يعملهم به، هذاك الكل معناتها سنغي الجهة والثقافة في الجهة، فهمت؟ أما إفكتيفمون الفكرة اللي هو ما تكونش وقت بركة وحاجة مومنتانية وتكون حاجة على عام كامل، باش هكاك الكلنا مع بعضنا إن شاء الله نجموا نرجعوا على خاطر كانت في حاجة موجودة في جيبس وكانت موجودة في الناس في تونس الكل دايغ وتنحات معناتها فقدناها بالسالات اللي تسكروا بعلاقتنا مع الثقافة بعلاقتنا زادة في السياسة اللي السياسة كان بروباغندا معناتها للسياسيين، اليوم معناتها عنا الفرصة باش نشوفوا حاجات أخرين وباش نعاودوا نبنيوا الحاجات هذوما باش تولي نرجعوا للعادة الثقافية معناتها الممارسة الثقافية. شكرا معكم توفيق فرج ناشط مدني وعندي مشروع مع الاتحاد الأوروبي فيلم وثائقي يعتني على القطاع الصحي. بالنسبة للمجتمع المدني أولا ما شفتش المهرجان ينفتح على المجتمع المدني، علاش؟ خطر معروف في جيبس على الأقل عندنا 4 أو 5 مهرجانات سينمائية، منها المهرجان الدول اللي يسمى البيئة، منها المهرجان متوسط نتاع شنيني، منها المهرجان سماء نجوم في الصيف، فمعناتها هذا كل معناتها فما مهرجانات في جيبس معناتها سبقت حتى المهرجان جيبس سينما وفن. دونك معناتها فما افلام معناتها كيف يقف في الجوائز معناتها الاولى وما شفناهمش يتعرضوا في المهرجان هذا. ثانيا معناتها نشوف مدام المهرجان في جيبس علاش ما نعملوش يوم معناتها للفن السينمائيين معناتها نتاع جيبس كما سي طيب الحيشه الله يرحمه كي سباب مرابط كي سي طيب الحمروني معناتها يوم، ولما لا ما نسموش الدوره هذه كلها باسم معناتها فنان من فنانين جيبس. والسؤال الاخراني معناتها علاش القاعه هذه الجميله هذه والتحفه هذه الفنيه علاش تتحل كان وقت المهرجان؟
ليش ما تحلش احنا فرحنا بها على اساس باش ترجع السينما للقابس، علاش معناتها دونك السينما في جمع، علاش القاعة هذه كان في الـ في الـ وتعرفوا حكيت لكم على المهرجانات الاخرى، مشكله عندنا كان دار ثقافه واحده لمالات ما تحلش القاعه هذه للمهرجانات اللي حكيت لكم عليها من الاول، وبارك الله فيكم ومرحبا بكم في قابس. بي أنا جاوبت على لاغوغا، معناتها كي قدمت قلت على لاغوغا باش نعاود حكاية لاغوغا، مش قلت لاغوغا اللي هي قاعة ماهيش متهيئة تقنيا باش تعدي أفلام، واللي صار اللي معناتها مشينا بها على خاطر حبينا نبديو وشفنا وجبنا لي تكنيسيان واحد وكل باش يلفقوا نجم نقولوا، وكل مرة ما نجمنيش معناتها الكاليتي ماهيش باهية برشا، كي جاو باش يصيروا الأشغال الكبيرة برشا لقينا اللي الدورة الثانية مانيش باش نخلطو نعملوها، قلنا احنا المهرجان مازال في اوله ما يلزمناش نقصوا عليه، دونك خلي نستناو اللي نعملوا الدورة الثانية معناتها نمركزوا جوي احنا شوية اكثر، وبعد نسكروا يتسكر القاعة ويتعملوا الاشغال الكبار وتتهيئ القاعة تقنيا، ومن بعد باش تكون محلولة عام كامل. هو راه مشروع لاغوغا مشروع موجود على 24 ولاية متاع تونس، معناتها تو مثال ثم اغوغا جربة بدات تبني، معناتها المشروع وثم اغوغا المرسى تمشي واحد، يلزمنا جوست شوية وقت وشوية معناتها شوية وقت باش تصير الحكاية. دونك هذاك ها برشا فلوس، هو ثم ميسين عاد، هو مشروع ميسين لاغوغا جيبس معناتها جروب كيليني هو اللي عامل، وهو مشروعه معناتها موجود ودايغ في لاغوغا على تونس الكل، ما همش كان الكيليني معناتها هما بيدهم جروب كيليني يلاو معناتها لقاو ممولين اخرين معاهم في المشروع. دونك هذه الفكره ومتفقين 100% اللي معناتها نحبوا حاجه على العام الكل وديما معناتها مش جوست بونكتوال. تو باش نخلي ربيب على المجتمع المدني باش نقول حاجه بركه، معناتها اللي احنا علاقتنا مع المجتمع المدني زاد راهي قاعده تتبني، معناتها ما احنا ما مسيناش الناس الكل والمهرجانات الكل، نجم نقول مثال حكينا وتناقشنا مع مهرجان الحامه واللي خدمتهم السنه في دورتهم الاولى ياسر عجبتنا شخصيا، معناتها احنا في الكوميتي اون توليكا وفرحنا اللي حكينا مع بعضنا، ثم حاجات مازالوا قاعده تتبني، كل شيء يحب له شويه وقت اصبروا علينا شوي. ربيب خليك تحكي عن المجتمع المدني. بالنسبه للمجتمع المدني، المجتمع المدني سنه في فيستيفال جيب سينما فان بارتنير، عنا في السن اللي اقل من 3 سنين ل 6 سنين عنا لاتولي دي جينا، من 6 سنين ل 12 عام عنا الكشافه، من 12 عام ل 18 عام عنا الانتراكت، من 18 عام ل 40 عام عنا جي سي، نرجع من 18 عام حتى ل 60 عنا صوتكم اللي هما بارتنير معنا في سينيتير باش ينظموا معنا بروجيكسيون تاع الكامبينغ. دونك هذا اختيار كان فيه استراتيجي باش نعاونوا بعضنا، هما يكونوا موجودين معنا ويعاونوا باللي نجموا، وفما زاده حاجه بيانتو ابل شابط في الباج بتاع جيب سينما فن اللي هو للاسوسياسيون اللي يحبوا ياخذوا دي بادج ينجموا يقدموا طلب اعتماد وياخذوا لي بادج اللي حاجتهم بهم. دونك موجود المجتمع المدني موجود، وباش نخدموا باش نزيدوا نطوروا عليها اكثر، سورتو سيني كلوب اللي مدام الهيم تحيه وعيدودي، دونك اللي هما ديما لهين باللي ديبا ومعنا في بارتنير قديم في جيب سينما فن. ان شاء الله ما نسيت حد، ما معناتها كيما باش كيما حكينا معناها مازلنا نحاولوا نمدوا يدينا لبعضنا ونخدموا الناس كل الخير لجهه جيبس الكل. ستوب اللوجن زادا اللي هي حركه قاعده تحكي على مشاكل التلوث في جيبس، دونك اللي هما باش يكونوا دي بارتنير معانا في مفاجاه تكتشفوه في الفستيفال في الشوارع، دونك اللي غادي ديسكسيون على مشكله بوليسيون ما نحبش نحكي برشا، دونك خليهم دي سوربريز. لا وفما نحب نزيد على كلام فاطمه في العلاقه مع المهرجانات، احنا عنا عضو في فريق مهرجان جيب سينما فن اللي هو معتز اللي هو مكلف بالاتصال، كان خدم في مهرجان الحامه، معنا خدم في مهرجان الحامه ايام الحامه السينمائيه، واحنا فرحانين برشا وفخورين به زاد معنا بالخدمه اللي خدمها غادي، وخدم في حمامات وخدم في جي سي سي، معناها المهرجان قاعد يلعب في دور
أولاد المهرجان وبنات المهرجان اللي قاعدين تكونوا في المهرجان قاعدين تبارك الله يمشيوا ويخدموا في مهرجانات أخرى كسوا في جهة قابس وهي حاجة مهمة برشا ولا في الجمهورية التونسية الكل. في علاقة باختيار الأفلام احنا كيفاش نتعاملوا في اللجنة اختيار الأفلام؟ احنا عندنا الأفلام اللي تتصب معناها العباد تبعث أفلام وثم الأفلام اللي احنا نمشيوا نلوجوا عليها والكل والكل نتناقشوا فيها مع بعضنا معناها بكل ديمقراطية وشفافية نجم يأكدوا. أنا كمدير فني مانيش الوحيد اللي نقرر وما عنديش التسلط فهمت حتى في طبيعتي داير بون سا ديبون دي بيريود زاد أما في لجنة الاختيار الأفلام نختاروا مع بعضنا فنتعاملوا مع الفيلم بالحقيقة معناها ما يهمناش الفيلم خذا 70 جائزة وإلا فيلم ما تعدى في حتى مهرجان نتعاملوا معهم الكل كيف نتفرجوا عليهم الكل من الأول للآخر ومن بعد نقرروا معناها ثم أفلام وما يهمناش فيه منين جاي معناها فما شروط المسابقة اللي هو فيلم من بلد عربي كسترا ما يفوتش كذا الوقت كذا وكا والبقية معنا عنا أفلام احنا مثلا اللي هي أول مرة باش تتعدم وفما أفلام خذات جوائز في مهرجانات كبيرة وإحنا ما عجبتناش لغال مش معناه الفيلم اللي خاطر خذات جائزة كبيرة احنا باش نقولوا واو نتفرجوا عليه وفقا اختياراتنا وفقا التصوراتنا دونك نتعاملوا مع الأفلام الكل كيف كيف المهم الفيلم يعجبنا ونقروا فيه مع بعضنا هذا هو. عسلمة شادية خضير من التلفزة الوطنية. عسلمة الحقيقة نقول يعطيكم صحة خاطر مش سهل الواحد يعمل فيستيفال في قابس وخاصة في الجهات تحدي ماهوش سهل ولكن ذا زادة خلينا احنا لازمنا نكونوا هكا قاسين شوية حتى في التعامل هكا وفي باش نكونوا الانطلاق على قاعدة صحيحة. أول حاجة اللي لاحظتها أنه من ناحية الشكل يعني اليوم مثلا ما نعرفوش حفل افتتاح شكون فيه شنو هو الفيلم بالنسبه للناس هل انه في العروض نتاع الافلام باش يحضروا الممثلين والمخرجين هل انه العروض هذية بحضور فريق الفرق اللي في الافلام هذا مهم جدا بالنسبه للصحفيين. نحب نسال ايضا على الافلام القصيره هل انه لجنه تحكيم الافلام القصيره الروائية والوثائقية هي نفسها وهنا نسأل علاش على خاطر إذا في الروائية سي ان فورما والدوك ان فورما علاش نجيو في القصيرة ونحطوا نفس اللجنة ما نعرفش صلحوا لي يمكن أنا فهمت هكا اليوم إذا نحبوا نحكي بالنسبة للماتيغ انا كجورناليست غدوه كنجي ونعملوا نشره لهنا اسكو فما ماتيير اسكو فما دي انفيتي اسكو فما بلاصه نجمو نخدموا فيها اسكو فما ماتيير نتاع كل نهار يعني ما يكفيش فقط الافلام اكاهو يلزم افلام يلزم فما دي انفيتي ويلزم دي اكتيفيتي اللي هما دو او نيفو وحاجه اخرى زاده اللي هي اهم مهمه برشا هو الجوائز احنا هو فيستيفال جديد دونك ما نعرفوش اسمها الجائزه الكبرى هل انه فما جائزه في احسن فيلم وفما في الوثائق هل فما العمل النسائي هل ما فماش شنو اسمها الجائزه شنو السامبول اللي تعطيه شنو اسمه فهمت هذا الكل مهم باش بالنسبه للصحافي يعرف كيفاش يبني والماتيغ نتاعو يعرف كيفاش يخدم وشنو يستعمل. بالكش باش تعاود لنا حاجات خاطر برشا حاجات دونك ننساو حاجات ترجع بسؤالات. الحاجه الاولى سيتي لي سيريموني هكا ولا لا؟ احنا في السيريموني اخترنا اللي ماناش باش نعديو افلام معناتها عملنا برمجه على 10 ايام ومعناتها ولاحظنا في المهرجانات اغلبيه المهرجانات اللي الناس بعد السيريموني واحد وكل ما يقعدوش يتفرجوا في الافلام عينهم باش يمشيو اكثر للكوكتيل. دونك قلنا خليها من الناس ناخذوها الليله الاولى كيف ما هي معناتها اللي ثم هذاك الفولونتي نتاع الناس باش يعرفوا بعضهم باش يحكيوا باش يتعرفوا على بعضهم دونك نخليوها في المنهج هذاك دونك ما ثماش فيلم دوفيرتور. الحقيقه احنا الماتير بالنسبه لينا معناتها نفهمك انت كصحفيه ونسمع بالقدي اللي تقول لنا فيه احنا بالنسبه لينا وهذاك هو زاد منهج المهرجان واللين نتاعو اللي ماذا بينا نمشيو في فكره وعندنا الامل اللي نتوما باش تمشيو معنا في الفكره هذه اللي فريمون الافلام هما الماتير الاولانيه معناتها ماهيش حكايه عبد معروف ولا مش معروف واحد وكل معناتها احنا مثال اختيارنا الشخص كيف ما جيلاني السعدي معناتها رئيس لجنه التحكيم ماهيش حاجه جايه هكاك ما خممناش فيها معناتها حاجه خممنا فيها واضحه في مخنا اللي هي نفس الاختيار علاش طارق تاجي مثال كي نجيو نشوفوا عند الجمهور العام معناتها الناس ما تعرفوش طارق تاجي
ولا جيلاني ساعدي كيف ما بالنسبه لينا احنا اللي في السينما معناتها كي نشوفوا شتكتب النقاد شكتبوا على طارق تاجية ولا شكتبوا على جيلاني ساعدي معناتها نشوفوه اللي هما اليوم من الاهم المخرجين تاع جينيراسيون تاعهم في العالم العربي وبالنسبه لينا مهم اللي الناس هذوكم يكون عندهم مكانتهم و فوالا معناتها انترفيو مع طارق تاجية جو بونس اللي هي حاجه باسيونونت على الاخر ولا انترفيو مع جيلاني ساعدي كيف حتى اوكي وثم معناتها مانيش كونتر ليدي زيد نتاع ناس معروفين لا بروف عندنا منا شلبي كيف اللي هوني وانتريسونت وحدك مي لازم هكا وهكا معناتها ولينا ياس خاطر كلكو با قلش علينا نلوجو كان في الصوره واحنا بالنسبه لينا هذاك هو تفكيرنا الكل اللي الصوره مهمه لكن زيد العمق مهم قلنا في شو اسمها قلنا الكور ميتراج باش نجاوبك قبل مدام شادي قبل ما خاطر انا نحب نتفاعل زاده مع حكايه النجوم والواحد لا مش النجوم لا انا استعملت كلمه نجوم مش انت استعملت انا استعملت كلمه نجوم لا مش انت استعملت انا استعملت بالنسبه لشكون المخرجين باش يكونوا حاضرين اغلبيه الافلام المشاركه باش تكون ممثله يا اما بالمخرج في بالنسبه للافلام الروائيه باش يجيو اغلبيه المخرجين طبعا في المهرجانات الكل ما نجموش يستدعوا الناس الكل خاطر ساعه فما التزامات نتاع مخرجين مي ثم في الثمانيه نتاع الافلام الروائيه ثم سته باش يكونوا حاضرين ان شاء الله فهمت باش يجي وفما اللي باش يجي بالممثل والمنتج ثم شكون باش يجي بزوز ممثلين دونك فرق الفيلم باش تكون حاضر في الافلام الوثائقيه ان شاء الله من هنا الوضع العالمي يقعد في تحسن غالبيه المخرجين تاع الافلام الوثائقيه باش يجيو ماريان خوري ان شاء الله باش تجي كريم سعيد باش يجي اكد باش يجي لينا العبد من فلسطين اكدت باش تجي نجم نسمي الاخرين الكل اغلبيه باش يجي بالنسبه للافلام القصيره انا هنا نختلف معك شوي انا بالنسبه لي شخصيا ما ثماش فرق بين فيلم وثائقي وفيلم الروائي هو فيلم حكيت فورما حكيت رشنو حتى في الافلام الروائيه زاد ثم دي فورما اخرين مختلفين احنا اخترنا ان نجمع الافلام الوثائقيه والروائيه في الافلام القصيره مع بعضها على خاطر كانت بالنسبه لنا الهدف من الاهداف نتاع السكسيون هذه القسم هذا هو تسليط الضوء على المخرجات والمخرجين نتاع المستقبل فهمت وانت تعرف ان ثم مهرجانات في العالم حتى الافلام الطويله يحطوا الروائيه والوثائقيه مع بعضهم بالنسبه ثم شخص ثم مخرجين مهمين باش يكونوا حاضرين رابح عامر زيماش من المرات القليله وظهر لي كان عمره ما جاي لتونس يكون حاضر عنده فيلم في المسابقه باش يكون حاضر غسان صالح باش يكون حاضر في الافلام الوثائقيه طارق تاجيه باش يكون حاضر انا فقط ان شاء الله يدوروا بهم شويه لعبات خاطر عمناول مثلا جبنا مالك بن اسماعيل اللي هو من اهم مخرجي الافلام الوثائقيه في العالم ما دار به حد وكي يشوفوا عبد اخر عمل فيديو على الانستغرام قال فيدر شنو يمشيوا الناس الكل فهمت هما باش يكون الماتير باش تكون موجوده ثم سؤدت قعدان ذكرتني بها فاطمه باش تكون حاضره في الافلام القصيره سؤدت قعدان اللي هي عامناه والخذات جائزه افضل فيلم اول في مهرجان فينيز السنه باش تكون حاضره في الافلام القصيره دونك المخرجات والمخرجين المهمين باش يكونوا حاضرين فهمت كيف سامي مدام تهنى من ناحيه الماتير على النشاطات معناتها في جاب السينما فن راهي برشا معناتها بالحق والنهار يكون معبي فيه دي روبريك متنوعين فيه الكازمه فيه ليزاتوليي فيه البارتي في ار فيه الافلام معناتها الماتير صحفيا تهنى عليها نمشي للنادره لملوم قبل خاطر تستنى في الكلمه مازالت حكايه البري لحظه وثق لي بري لي بري وي سامحني اي لبخي هما نفس الجوائز نتاع عمناول معناها ثم الجائزه الاولى احنا اخترنا ما نسميوش تسميات اسمها الجائزه الاولى هي اسمها الجائزه الاولى سامحني سامي اما هي التروفي معمول من الارتيست السيد الكاليغراف السيد السيد دونك فما الجائزه الاولى نتاع الافلام الروائيه الطويله الجائزه الاولى للافلام الوثائقيه الطويله وجائزة الفيلم القصير كما عم ناول معنا هذاك هو فما جائزة فما لجنة التحكيم عندها الحق تعطي جائزة لجنة التحكيم إذا كان هي رات أنا تحب تعطي سامحوني جائزة لجنة التحكيم ما
نادرة عطية صحفية من الإذاعة التونسية. تحية لكم. أنا نحب جوجوان زميلتي شادة تحكي على المادة والماتيغ عمناه وكنت متابعة لديسيون تعال شوف وشفت برشا حاجات مذيئة مزيانة بالنسبة المنطقة محتاجة برشا فن وبرشا سينما وهوني تتحقق كلمة اللا مركزية. سؤالي الحقيقة هو يظهر لي سيسامي جاوب عليه امبليسيتمون أما حبيت نسأل على الأفلام اللي في المسابقة. لاحظت انه هكا في زابينك شفت الافلام من تعداو في مهرجانات قبل سواء كان في جي سي سي ولا في مهرجانات اخرى وخذاو جوائز. انت حكيت على المقياس والمعايير اللي تختاروا فيها الافلام، فماش افلام ما تعدتش بالكل في حتى مهرجان وكان حصريا في جيبس باش يتعداو. اسمع سامي خلينا نكملوا زوز مداخلات مع بعضهم ونجاوبوا عليهم مع بعض. اي الاخرانيين خاطر ما عادش عندنا وقت. اعطي في صاحبي وبعده سميحه كهو. عسلامه مرحبا بكم في بصراحه في الكونفرنس دي بريس هذه. السؤال دو كيستيون معناتها فيه دو ترونش. الترونش الاول بالنسبه للفيلم بريفي اسكو لاكسيسيبيليتي سي غراتوي ولا سي بيان. السؤال الثاني في نفس النطاق علاش دو فيلم معناتها بيك نعيش ونورة تحلم وقت اللي فما بامال دو فيلم معناتها متوجين والنجم تعرفوا اللي في جابس معناتها حاجتنا بحراك سينمائي حاجتنا برشا افلام وقت اللي كنا نتفرج برشا افلام موجوده توا كنا نجم ناثثوا بها البارتي بريفي بالنسبه للافلام. علاش ما كانوا معناتها مقتصره سير دو فيلم كهو اللي هما نورة تحلم وبيك نعيش وقت اللي فما برشا افلام النجم ناثثوا بهم البارتي بريفي في الفستيفال. كملوا مع سميحة آخر مداخلة ونجابوا عليهم ثلاثة أسئلة مع بعض. مرسي. سميحة عبد الناجي ديوانا فام صفاقس. مرحبا بكم. مرسي على الدعوة. بداية نحب قبل ما ننقض ولا باش نسأل نحب نشكر إدارة المهرجان اللي خمت في جابس أنه باش يكون فما مهرجان بالقيمة هذية دورة ثانية. فما تطور ملحوظ بطبيعة الحال ما بين الدورة الأولى والدورة الثانية كسوا في البريود معناها 8 أيام ولا 9 أيام دونك حاجة باهية وسكي سيغ معناها باش تكون البريود هذية فيها برشا حاجات جديدة أون فافواغ بعد أبخي شنو باش يكون فيها. نحب نذكر حاجة بتقدر نفتح قوس باش كما احمد بكري زميلي قال على قاعه السينما لانه راهو بحكم خاطرني جبسيه نعرف اش معناها تعطش الجون في جبس على قاعه السينما وانا نعذر نقول راهو فما معناها دي ترافو في القاعه او في بارابور ليديسيون اللي فاتت وليديسيون هذه نورمالمون راهو صارت لي ترافو كملت على خاطر كل مره كي تجي افلام في جبس تصير برشا مشاكل في المركب الثقافي معنا الدزين وحال حليله واحنا ناس نحبوا السينما ونحبوا الفن والجانب تاعنا يحبوا يحضروا فرحانين برشا بالمهرجان باش تكون فما حركه كبيره برشا في جيبس في البريود هذه. نفرحوا اللي خممتوا فينا اون طونكو مهرجان معناها بالقيمه هذه نجوم اللي باش تجي. نقطه تحتسب للمهرجان في الدوره هذه انكم خممتوا في سينما الارض بشراكه مع المجتمع المدني بشراكه مع مهرجان من ايطاليا لانه مشكله البيئه في جيبس مشكله مهمه برشا الشغل الشاغل جوبسي. نحب نقطة تو نتعرج عليها اللي هي لا قدر الله لأنه فما مهرجان ديرنييرمون تم تأجيله بسبب الوضع الراهن العام في العالم ككل. أونكاو مثلا نقول من البريود هذه حتى البريود الجاية كان تصير مشاكل أو الوضع يخوف شوية نوعا ما نجم يكون فما نجوم ما تجيش ولا ديزانفيتي ما يكونوش حاضرين في المهرجان. شنو هو البلان بي اللي باش يصير في المهرجان هذايا؟ ميرسي. بسرعة. نبدا نجاوب على السؤال الاخر ومن بعد سامي تجاوب انت على اللوح. السؤال يعطيك الصحة ساعة وداخلة. كان ثم مشاكل وإحنا نعرفه توا معناتها نجم نقولوا اللي صاير الكل الناس كل تبع فيه والمشاكل موجودة. احنا أول حاجة اللي مهم لينا معناتها شنو كي نرجعوا للفكرة أهمية المهرجان هوني والهدف نتاعو شنو؟ اللي تكون ثم علاقة بين الناس سكان جابس وسكان الجهة إن شاء الله معناتها كي نطوروا في الأعوام الجايين ثم علاقة بين السينما والفن والجمهور. دونك احنا النجوم والمخرجين
معناتها حضورهم يفرحنا ونحبهم يجيونا بتبيع على خاطر هذاك يعطي معناتها زيدا يجيب الأضواء علينا ويعطي زيدا اللي خلينا نفكرون نتشاركوا معاهم ونناقشوا معاهم وكل شيء. أما الحاجة الأولى هي عروض الأفلام وعروض الفنون معناتها الفيديو والرياليتي فيرتشوال وحده كل دونك احنا باش نتبعوا الحكومة والسياسة باش تقرر فهمت توا نخدموا على رواحنا نقدموا على رواحنا نحضروا في الدورة متاعنا وقدرة ربي معناتها إن شاء الله إن شاء الله خير وكاو سامي فيزا قد تربي فما كان الخير نحب نجاوب السؤال متاع نادرة هو كي تجي تشوف المسابقة ثم 25 فيلم فهمت؟ على 25 فيلم 15 أو أكثر حتى يمكن 17 يتعداو أول مرة في تونس يمكن في مسابقة الأفلام الروائية نسبة قليلة ثم 3 على 8 أما في الوثائقي عندك 9 على 11 في سامحني في الافلام القصيره ثم 6 على 8 دونك المهرجان جاب افلام جديده والاهم من اهم افلام تعدت في تونس افلام احنا عجبتنا ونعتقد اللي هي عندها طرح سينمائي جيد بالنسبه لا بريمير مونديال انت تعرف ثم 3 مهرجانات في العالم برك قادرين يعملوا بريمير مونديال اللي هما كان برلين فينيس معناها ان شاء الله جيبس يولي كيفهم اما بشوي بشوي نحطوا الساقينه على القاع هات الساعه نتموقعوا نحن في الخارطه الوطنيه والخارطه الاقليميه. بالنسبه للصديق على السيونس سبيسيال هو شنو الهدف ولا الفكره اللي وراس العروض الخاصه؟ العروض الخاصة هي أفلام احنا نعتقد اللي مهم أن نوريوها للجمهور أما ماهيش في المسابقة ماهيش في المسابقة لأسباب أخرى معناها مش بالضرورة هي مش معناها خطرة ماهيش في المسابقة رأوا قيمتها أقل من أفلام المسابقة لا المقطع في اختيار المسابقة فيه عدة اعتبارات وكل شيء احنا اختيارنا المرة هذه شفنا اللي زوز أفلام نحبوا نعمل معروض خاصة هو ما زوز أفلام هذا فقط معناه فهمت مش إقصاء ولا حد شيء في العروض الخاصة سنة عملنا كانوا أكثر أفلام في العروض الخاصة عملنا 4 سنة 2 وفما زاد حاجة اللي هي بالنسبة لنا مهمة أنه البرمجة ما تكونش فوق بعضها يعني رو مش حاجة بينك وعند كميات من فيلم وما تعطيهمش الوقت الباهي أو الصالة الباهية كل شيء بالنسبة لنا مهم أنه 60 فيلم يكونوا في أوقات باهين ما يكون معناها أنه العبد اللي يحب يتفرج على أفلام في الفيلم في المسابقة عنده الوقت يشوف أفلام في سينمائيات العالم دونك مهم أنه النظام عن البروغراماسيون يعني كل فيلم ياخذ حظه خير من تجيب برشا أفلام ويكونوا فوق بعضهم معناها كي بالت الفريب فلوس مجانية العروض العروض الخاصة اسكو هي بالفلوس ولا غراتويتمون العروض الخاصه العروض الخاصه كيما العروض الباقي العروض المهرجان معناها السعر هذاك هو 3000 ثم سعر خاص بالطلبه ثم سعر خاص بالطلبه اي الطلبه عندهم فهمت المدارس والمدارس والتلامذه وكل شيء فهمت هذوك عندهم معناها اتفاقيات مع تعريفه خاصه والعروض في المركز الجامعي بلاش العروض في المركز الجامعي بلاش والعروض في القاعات الأخرى ثم 3000 وثم كما قلت تعريفات خاصة بالطلبة والتلامذة وكل شيء وثم اللي بادج معنى الجمعيات وكل شيء باش يكون عندهم بالطبيعة معنى الأكريتاسيون ذيك الكتا الباهية بتاع الأكريتاسيون وثم تنظيم أكثر على مستوى اقتطاع التذاكر بالنسبة للسنة يكون بريزيرفاسيون ما تقبل بنهار كل شيء هذا تشوفوه على الباج ان شاء الله والافلام تاع الواقع الافتراضي مجاني زادة معناها افلام انا نحب نقول حاجه لخليه 30 سكوند 30 سكوند لا حاجه الوحيده نحب نشكر الفريق الكل اللي ماهوش معانا قاعد هنايا مراو فريق معناتها احنا اكثر من 30 شخص وكان ثم نجاح وغيالمون ماهوش كلام هكا معناتها باش نعمل فريمون الحاجه المهمه هي اللحمه اللي ما بيناتنا وبين ليكيب وميرسي بوكو للإكيب يعطيكم الصحة سريعا
نحب نشكر كل الناس اللي حضرت معنا اليوم من صحفيين سواء من الجهة سواء من خارج الجهة، كذلك نشكر المؤسسات الثقافية والجامعية اللي حاضرة معنا، كل الناس اللي آمنت بالفكرة هذه اللي باش تتواصل إن شاء الله في دورة ثانية تنجح أكيد بكم بجمهور جابس. الكلمة تويكا نخليوها للصحفيين في الاستجوابات البرة. جوست في الأخر نحب شكر خاص الشخص ريتو موجود في الصالة اللي هي مريم رحومة، نوجه لها تحية كبيرة وشكراً.